ومن الأمور التي يفعلها الناس ويعتبرونها من العادات وهي سنة جلوس الزوج بجوار زوجته إذا دخل بها، إذا أدخلوه على زوجته كما يفعل، وأنا أتكلم عن الجلوس فقط وعن ملاطفة الزوجة لما يدخل بها يلاطفها بطعام أو بشراب. أما ما يفعل الآن من أمور أنا لا أدري ما الذي يجري فيها فهي ليست من السنة، وقد يكون بعضها مخالفاً للشرع، لكن أنا أذكر أن الزوج إذا دخل بزوجته، إذا أدخلوه على زوجته فالسنة في حقه، وهذا يفعل، فالسنة في حقه أن يجلس بجوارها، هذا من السنة. ثم أيضاً هم يقدمون له، في الغالب يقدمون له شراباً من عصير أو نحوه، السنة أنه إذا شرب أن يعطيها أيضاً، وهذا من السنة. والدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد أن أسماء بنت يزيد قالت رضي الله عنها: زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلته عليها فجلس بجوارها ثم أتي بإناء من لبن فشرب فناوله إياها فخفضت عائشة رضي الله عنها رأسها واستحيت. قالت أسماء: فنهرتها فقلت لها: خذ الإناء من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جلوس الرجل بجوار زوجته حينما يدخلونه عليها أو أنه يقدم لها الشراب فهذا لا إشكال فيه وهذا يفعل، لكن ما يزاد على ذلك مما يكون في قصور الأعراس لا يبنى عليه، لأني لا أدري ولا أعلق في ذمتي شيئا، لكن الشاهد من هذا أن هذا من السنن. ما هو؟ جلوسه بجوار زوجته وأن يناولها شرابا من عصير ونحوه لكي يلاطفها، وإن استحيت فهذا أمر معهود، واستحيت عائشة رضي الله عنها.